السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. عملت فيديو امبارح عن أمراض الاستقبال في الأغنام وطريقة علاجها، ووريتك إزاي تعالج الحالات الفردية اللي فيها جرب اللي بتبقى جاية مع الأغنام. الجرب ما تخافش، ما بيعيبش الخروف، مش عيب إنك يخليك ترجع أو تسيب الخروف، ده عادي خالص وعلاجه بسيط جدا، بس دايما تعود نفسك علاجه يكون من البدايه. ولكن الفيديو كان نص ساعه امبارح، فحبيت لاهميه الجرب اعمل لك فيديو مخصوص لا يتعدى السبع ثمان دقائق عشان اللي حابب يشوف علاج الجرب عملي على طول. وعلى فكره الحاله اللي عالجناها في الفيديو امبارح، تابع معايا في الفيديو ده هوريها لك ان شاء الله دلوقتي بعد ما عالجنا حاله الجرب. الكلام ده 24 ساعه بس من امبارح للنهارده. زي ما قلنا علاج الجرب، العلاج بتاعه حقنة ايفومايك، حقنة الايفومايك. بس بحب اقول لك عملي بنسبة 80-90% الجرب ما بيروحش، الجرب ما بيروحش بإبرة الايفومايك مرة واحدة، بتحتاج إبرة كويسة وبتحتاج على الأقل مرتين في أسبوع واحد، تحقنه مرتين في أسبوع واحد عشان تختفي. الإبرة مكلفة لو القطاع كبير، الإبرة بتحتاج طبعا مجهود وشق مسك في لو عايز تحقن الغنم يعني، وانت كده كده اصلا هتحقن الغنم كلها إبرة ايفوماك مرة وبتعدها بعد 15 يوم. بس دي الطريقة النهاردة، الطريقة اللي هي الموضوعية. زي ما قلت لك اهو، شايف الجرب في الخروف، دي حتت لو سبتها بتنتشر، حتت الجرب دي لو سبتها بتنتشر في الودن، تبدأ تنتشر في الوش وتنتشر في الجسم. بتشوف اي حاجه زي ما قلت لك خشنه وتحك بيها القشره. قلت لك قبل ما تحك بنستخدم الجاز، شوف كده، عشان الجرب ده اللي بيسبب الجرب ده، دي حشره بتاكل في الجلد. الابيض ده عباره عن الجلد الميت، الحشره موجوده تحت الجلد، الحشره ضعيفه، ابسط مبيد حشري بيلمسها بيموتها. انا بستخدم الجاز رخيص ونتيجة ممتازة. بعد ما تدهنها، قلت لك كانت تدهنها قبل ما تحكها عشان خاطر ما تنشرش الحشره وتنزل على الارضيه او تيجي في ايدك او تيجي في اي او تنشر تيجي في مكان تاني في الخروف، وبعد كده اتاكد ان المكان مدهون بالجاز وتحط المكان. لاحظ القشره اهي، ان شاء الله تكون واضحه يا احمد، شايف القشره ده كل ده هيطلع اهي لحد ما يبقى اللون احمر. ما تخافش هي بتتعبي شويه، بس لابد تنزلها بالكامل، ما تخليش اي قشره موجوده. بس بعد ما اتحكت، شايف بتبدا فيها نقط دم اهي، مفيش مشكله، وفي حته تانية في الطرف اهي، بس الحته التانية في الطرف بتتاكد انها بالكامل. وريلك دلوقتي بعد ما تنضف. ده العلاج الموضعي. ابرة الايفوماك المفروض انك كده بتاخدها عشان باقي الطفيليات، ولكن الجرب بالذات بيحتاج علاج موضعي. والابرة كده زي ما انت شايف اهي، نزلت القشرة بالكامل على الجلد اهي، ومن هنا نفس النظام، في نقطة اهي اشدها بايدي اهي طلعت وبس. وهي كده كده مدهونة زيت لسه، مدهونة جاز لسه اهو، بتدهنها بس على نقط كلها ما تتجاوزش اي حاجه كده. الخروف في خلال 3-4 ايام ان شاء الله او اسبوع بتبدا الشعر ينبت فيها من جديد. تتابعها بحيث تتاكد ان القشره ما بتتكونش تاني. كده كده بالنسبه للعلاج الموضعي للجرب، اي حاله عندك فيها جرب بالطريقه دي بتروح معاك على طول. هنوقف دلوقتي الفيديو عشان خاطر نمسك لك الخروف اللي عملناه امبارح ونوريه لك. دي الحاله، الناس اللي متابعانا اللي امبارح حكينا كانت وشها من قدام كان فيه جرب، حكيناه ودهناه، وكانت عينيه لو تفتكروا كانت، انا شفته كانت مدمعه ازاي. ارجع للفيديو بتاع امبارح شوف عينيه ما شاء الله نشفت اهي، مفيش اي دموع، والوساخه دي كلها بتنشف اهي، مفيش اي حاجه، والعين ما شاء الله رجعت اهي زي ما وريت لكم امبارح. ده للناس اللي متابعه، ده اللي هو عملنا لها قطرة اوبتيديكس، عملنا لها قطرة اوبتيديكس، وممكن بالمره وانا ماسكه هنعيد القطرة اهي اللي استخدمناها امبارح، ديكساترول، معلش استخدمنا ديكساترول، وعادي بما اني ماسكه هنزيد له نقطة يعني مرة كمان بس.
احتياطي كده. وريتك الجرب، وممكن طبعا اهي ان شاء الله هي الشعر بدأ ينبت، مش هنبت من يوم وليلة يعني، قصدي القشرة اختفت وقعت، ولكن فيها حاجات بسيطة تاني، نقطتين جاز كده بتدعكها بس، بتدعكها كويس بس على كده، ودعكناها دعكة كمان لو في اي قشرة. بس كده ده علاج الجرب الموضعي، العلاج بإبرة الايفوماك، والعلاج الموضعي بالطريقة دي. في 100 حاجة بتستخدم، ممكن تستخدم زي ما ذكر، بستخدم الجاز، ممكن تستخدم مرام كبريت، ممكن تستخدم زيت محروق، زيت العربات محروق، ممكن تستخدم بيوتوكس، أي مبيد حشري اللي هو بتفك المية بتاع البراغيث، وتدهن وتحط في مكان لازم توقع القشرة بتاعة القطر. طبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو اشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.